بعض الناس هدانا الله إياه. عندنا سواء شاء الله تكفلن يوم من قديم راننا. يظن أن به سلس بول. يقمتال إن جاو شنت يخص سبتي بس. سلس البول يعني يخرج البول بكثرة. يا بول على ما قالت سلس البول بعد. لكن بعض الناس يقول تخرج مني قطرة بول. عندنا سواء موت نشتبتاي ونبتاي. سلسل بول بولوت ما يقارط معناته. ماذا تصنع؟ من دنهم يصرف. قال أكرمكم الله يبقى في الحمام أحيانا ربع ساعة. شنتيات قمة أروح ساعة يقوم. تقام الصلاة ويلف حول المسجد، يقول لازم أمشي 200 خطوة حتى تنزل هذه القطرة وبعدين أتوضأ. أتطهر وأتوضأ. يجب التعليم يستمتع وقال لي يا صلاة يتسجد مسجد يزور أو يقفز يقفز. وإذا ما والله هذا واقع. لماذا لا ترجع وتسأل علماء؟ علماء ما تيك ما في تاجين تستحي؟ لمن يرن تاني. الحياة لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حياة نبال نجار بخير نجار نعنجي ولا نجار متى؟ اكتب السؤال. يا كتاب. ليس أنت الذي تحدد أن هذا سلس بول. أنت سلس البول بله مثلو أنت غالها عدل. أو كما يقول شيخ الإسلام يقول الذكر أكرمكم الله مثل الضرع ضرع البهيمة. نعم. شيخ الإسلام من إلال رحمه الله أفرت قلا وإن ذكر من دلع موت قاتل وإلال. إن تركته قر. هاتو خوي الرقاق وإن مسسته در. تركتها وراسه يا أخي عفيني برو. ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بالضغط على الذكر وغير هذا شرع. الله سبحانه وتعالى لا تقدر ينكاكان بيفيد. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخراء حتى آذاب قضاء الحاجة. يا الله ملاك تنيا استمرونا يا شنتبيت أتكاكم سرعة هلا بمولو استمرونا حتى ولو كان يقينا هذه قطرة بول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعفى عن يسير النجاسات لا إشكال يعني. تنش القات أبتاع أب هذا كفاء الله كل يوم يشيله. بلاش يقول سلام فتوى دار نبوبة عقد أمير. وهذا في الغالب أثر غسل الذكر بالماء في الغالب. يهي أبزهنيا استجاسة درج خادر رجوك هو أبتاع يوم يشيله. السويش تنويه.